السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. وإليك يا رب. حفظك الله. شيخنا بس عندي سؤال بعد إذنك. تفضل. هلأ أنا بدي أعمل عملية جيوب لأنفي. نعم. وعندي انحراف في أنفي، يعني انحراف بائن جدا. قال لي الدكتور عرض علي إنه بدي يعدل لي منظر أنفي. شوف، في العمليات الجراحية إذا كان الشخص يجريها كي يعود إلى ما عليه عموم خلق الله جائز. يعني إذا أنا هيك من وقت ما ولدت أنا هيك. إذا كان يريد أن يعمل عملية جراحية كي يعود إلى ما عليه عموم الناس جائز. جائز، بارك الله فيكم.